بسم الله الرحمن الرحيم. بيضيع 20 أو 30% من وقت المشروع في إن أنا بدور على الملف مش لاقيه، أو بلاقي ملف يكون حد اشتغل عليه وعدل فيه وأنا معايا النسخة القديمة ومش عارف آخر التورط فين. فلازم يكون في نظام أو سيستم بيحدد اللي إحنا شغالين إزاي. الصورة دي من الكود البريطاني BS 1192 زي ما أنت شايف، بيبقى عندي نظام معين هنشوفه. الجزء دوت ده كان موجود في البي اس 1192 بتاع 2007، انما ده كله ده اللي هو بتاع 2013، تمام. وبعد كده الجزء اللي تحت دوت ده في الاوبريشن، يعني بدل ملفات للمالك او للناس اللي هتشتغل الاوبريشن في التشغيل اثناء تشغيل الفندق بعد كده زي ما نشوف مع بعض، تمام. فببص هنا بلاقي ان انا اول حاجه لازم ابدا بيها اللي هي الـ Employer Information Requirements، ببقى عارف المالك عايز ايه، تمام. ده اللي هيحدد لي الشغل في المشروع كله. بلاقي عندي هنا ملفات موجودة، يعني مثلا البي مانجر اول ما بيبدأ الشغل بيحدد اخوانا احنا عندنا فولدرات هنشتغل عليها. في فولدر Work in Progress ده اللي هو بتاع اللي كل قسم شغال فيه، وبعد كده يبقى عندي فولدر اسمه Shared لو خلاص الملفات متوافق عليها. هنروح للفولدر اللي هو هننقل نسخة منها للشيرد بحيث بقية الأقسام تشوفها، وبعد كده لو تم الموافقة عليها حط بابلش بحيث الناس اللي هي شغالة معانا في المشروع ومش معانا في الشركة تبدأ تطلع عليها. وكل فترة باخد أركايف، يعني نسخة احتياطية، وفي مع بقية الأقسام أو مع الناس اللي هي شغالة من الباطن او شغالين سبلاير او بيعملوا اي حاجه، بيبقى في نظام ان هم يبداوا يشوفوا الملفات بتاعتي، تمام. ده ملخص الصوره ديت. نبدا بقى نتكلم عنها بشيء من التفصيل. دلوقتي لو احنا قلنا ان احنا هنبدا نشتغل، يبقى اول حاجه لازم اول حاجه نحصل عليها اللي هو متطلبات المالك، تمام. هبدأ احط كل قسم واقول له اشتغل في الورك ان بروجريس بتاعتك، يعني التكييف الصحي، الكهرباء، المعماري، الانشائي، الانتريور ديزاين، كل واحد شغال. وببدأ اعمل فحوصات ليها، يعني انا دلوقتي شغال على الورك ان بروجريس، طب هبدأ افحص الموديل، هفحص المعلومات الموجودة صح ولا غلط، هل هي فيها مشاكل انها تتصدر للكوبي بعد كده ولا لا؟ هل الملفات دي فيها اي مشاكل وسهل ان انا اخد المعلومات اللي انا عايزها؟ مثلا لو انا عايز ملف في اكسل فيه كل الشغل او كل الاسكادولات، هل اقدر اخرجها ولا لا؟ وفي الاخر التاسك تيم مانجر بيوافق عليها فتنقل للمرحله الثانيه اللي هي الشيرت، تمام. طيب الشيرت برضو خلاص احنا كده عندنا من اول بوابه، نروح للبوابه الثانيه في الشيرد، نبدأ نشتغل عليها. بقيت كل واحد بيشوف بقيت الأقسام عاملة إيه وشغالة إزاي، وبيبقى فيه إكسلفات وربطين الحاجات ببعض، تمام. يعني أنا مثلا شغال معماري وعايز أسحب بتاع الكهرباء والتكييف والحاجات ديت، ما بسحبش من الورك إن بروجرس، لا بسحب من الشيرد، وبيبقى حاطين فيها الإكسلفات والتاتل شيت والمابنج والسيرفي والصور وكل حاجة، تمام. هو متاح لكل الأقسام، فبنوحد الإكسلفات، بنوحد التايتل شيت بحيث ما يطلعش من المكتب حاجات، واحد حاطط صورة قديمة، واحد حاطط شعار شركة، وحاطط الملك مختلف، فلازم تكون مشتركة بين الناس كلها، تمام. وافقنا عليها. بننقل للمرحلة الثالثة اللي هي بابلشت بيبقى فيها جميع الملفات النهائية والرسومات اللي إنشائها وتوافق عليها وتعمل لها بايند، يعني خلاص بقى مستقل مش مرتبط بملفات اخرى، بحيث ان هو يقدر اي حد من بره الشركه يقدر ويكون شغال معانا في المشروع. مش اي حد معدي تعالى يا عم اتفرج على الملفات، لا، بيبقى طبعا شغال معانا في المشروع، ممكن يكون مالك، ممكن يكون مثلا احنا شغالين في شركه معماري بس وفي شركه تانيه شغاله كهروميكانيكال او شغاله انشائي، فبنبدا نتواصل معاهم، تمام. وكل فترة بروح واخد أركايف، باخد نسخة أعمل لها نسخة مضغوطة وأخليها على جنب، بحيث إن أنا مثلا لو حبيت إن أنا أرجع للشغل بتاع شهر 2، مثلا الملك قال لنا إيه؟ لا افتحوا لنا كل الأوض على بعض، وبعد ما فتحناها قال لنا لا رجعوها تاني زي ما كانت، فيبقى عندي نسخة احتياطي
او عايز اعرف ايه اللي تم في المشروع، مهندس جه جديد فعايز يعرف ازاي المشروع بقى مبهدل بالطريقه ديت، فيبدا يشوف يعني يشوف الاصدارات اللي صدرت قبل كده بحيث يفهم احنا وصلنا ازاي كده ودي غلطه مين. تمام، وبيبقى فيها مثلا معموله اي اف سي، معموله دوكيومنتس، معموله بي دي اف، نسخ كده احتياطيه. وبرضو عندي في فولدر اسمه ريسيفت، ده بيبقى الملفات اللي احنا استلمناها من الاخرين، وبيكون رد اونلي. يعني انت مستلم حاجه من حد هتعدل فيها ليه؟ لو انت عايز تعدل خد عندك كوبي وابدا عدل فيها زي ما انت عايز. تمام، او ادمجها مع اللوح بتاعتك، في حاجه مثلا محتاجه انت في اللوح خدها. كل الكلام ده موجود في الكود بي اس 1192 اللي هو كان صدر في 2007، وده ينفع كاد وينفع بيم. تمام، احنا في بعد كده كود اللي هو البي اس 1192 الجزء الثالث في 2013، ده توسع في الكابيتال وبدأ يبقى فيه ازاي نتواصل مع بقية الاخرين وازاي نتواصل مع المدير، وبعد كده اضافوا اللي هو الجزء بتاع الاوبريشن. تمام، فلو احنا اتكلمنا ايه التوسع اللي حصل في الكود بعد كده، قال ان انا عندي ان انا بقيت اتواصل مع السبلاير او الناس اللي بتعمل حاجه سبيشيال. يعني مثلا ممكن في جزء معين بتاع حمام سباحه مثلا وانا شركه تحتي ما عملتوش قبل كده، فبدي لحد تاني، فهو بيبقى عنده نفس القصه ديت، وفي الاخر بيدي لي الحاجه اللي حصل لها ابروفد. تمام، بحيث انها تدخل معايا. بتلاقي عندي هنا مثلا في بوابه اللي هي باب واحد ده ابروفد من ورك ان بروجريس للشيرد، وبوابه اتنين ابروفد من الشيرد للبابلش، وتلاته من البابلش للاركايف. طبعا ما بعملش اي خطوه من دول غير لما اتاكد ان المعلومات اللي انا شغال عليها سليمة ومفيش أي مشاكل خالص. وبعد كده الشغل بتاعي ببدأ لما المشروع كله يخلص بروح بعته للأوبريشن. تمام، الأوبريشن ممكن يكون هو عنده فريق يعدل. تمام، أو ممكن يكون هو كل شوية هيقول لي مثلا معلش أول فترة ديت لو في أي تعديل هبعت لك تعمله لي، حسب الاتفاق. ممكن يكون مثلا في الاتفاق لو اي تعديل مثلا خلال اول 6 شهور من غير مقابل، ده موجود في العقد، او هيبقى في مقابل على اي حاجه احنا بنعملها. تمام، ويبقى في اي تعديلات او اي استفسارات بنبعت ار اف اي ريكوست فور انفورميشن. يعني مثلا لو في باب معين مثلا او في باب معين جبناه وفوجئنا مثلا ان هو مش هو ده، الراجل كان طالب 180 واحنا عملنا 185 مش فارقه كتير، فخلاص طب عدلها لنا. تمام، يعني في حاجات اضطرينا ان احنا نعدلها في قلب الموديل في قلب الشغل الحقيقي، او عدلنا مثلا بعد ما خدنا المبنى وشغالين عليه احتاجنا تعديلات وبنعملها، فبنقول لك عدلها كمان في الموديل على اساس ان يبقى ايه الموديل مطابق للموقع او مطابق للفندق او مطابق للمبنى اللي انا شغال فيه. تمام، او فوجئنا ان في حاجه محتاجه تعديلات فعدلناها، فبنقول له عدل الموديل بتاعك وابعتها لنا بحيث يبقى ايه الموديل معمول ابديت لاخر شغل. وممكن يكون الراجل عامل موديل في شركه ثانيه وبعته لشركه ثالثه خالص بيقول له معلش اعمل لي الحاجات دي. فلازم يكون في ارتباط بين الملفات كلها بين بعض، وبعرف انا الخطوه اللي امشي فيها. يعني ما ينفعش ابقى شغال انا على ملفات والناس كلها شايفاها، في اي تعديل انا بعمله ممكن انا لسه بجرب او بعمل حاجه كده مش هي الصح، بس ايه بشوف هتنفع ولا لا، فهو خدها وبدا يشتغل عليها. فعشان كده قسمنا الملفات ديت، وده سيستم موجود في دول كتيره جدا خدوها من الكود البريطاني، فيفضل ان احنا نشتغل بيه. وفي ناس تانيه بتشتغل بالكود الامريكي مفيش اي مشكله خالص، ناس بتشتغل بالكود الاسترالي، ناس المهم يبقى شغال بكود.